نحن نعلم أن الثلاث نقاط تكون مثلث، فإذا أخذنا أي ثلاث نقاط بشكل عشوائي، دعونا نسميهم النقاط A, B والنقطة C، فإذا قلنا أن هذه هي النقاط الثلاثة تمثل رؤوس المثلث حيث أنها تعرف المثلث، سيكون المثلث A, B، هنا A, B, C. وتعلمنا أيضا في العروض السابقة أن المثلث ABC لديه مركز محيطي فريد، وهي النقطة متساوية البعد عن هذه الرؤوس الثلاثة، متساوية البعد عن هذه النقاط الثلاثة. إذا الطريقة التي نجدها بها هي أن نرسم منصف عمودي لكل من هذه الجوانب ومكان تقاطع الثلاثة منصفات العمودية، وقد وضحت أنها دائما تتقاطع على نقطة فريدة وهي المركز المحيطي، وسأقوم بهذا بسرعة هنا. لنفترض أن هذا هو المنصف العمودي لهذا الضلع، وهذا المنصف العمودي لهذا الضلع، وهذا المنصف العمودي لهذا الضلع. إذن هذه كلها خطوط متعامدة وكلها تقسم الضلع. إذن B إلى هذه النقطة سيساوي هذه النقطة إلى A، و A إلى هذه النقطة ستساوي تلك النقطة إلى C، و C إلى هذه النقطة ستساوي تلك النقطة إلى B، وهذه النقطة هنا لقد تكلمنا عنها، سنسمي تلك النقطة O، وقد أسميناها المركز المحيطي. O هي المركز المحيطي. هذا كله مجرد مراجعة. فإذا كان لدينا ثلاث نقاط فيتكون لدينا مثلث فريد، هذا المثلث لديه مركز محيطي فريد، وهي متساوية البعد عن النقاط الثلاثة في المثلث، ويجب أن أقول رؤوس المثلث الثلاثة، والمسافة بين المركز المحيطي والثلاثة رؤوس، المسافة هنا دعوني أرسم هذا بلون مختلف. إذن هذه المسافة أي طول OA وطول OC وطول OB وطول OB. إذن OA يساوي OC يساوي OB، وهذا هو نصف القطر المحيطي. إذن نصف القطر المحيطي. ولقد تعلمنا عندما تحدثنا لأول مرة عن الدوائر أنه إذا أعطينا نقطة وإذا وجدنا المحل الهندسي لجميع النقاط التي تكون متساوية البعد عن تلك النقطة فتكون هذه دائرة. وعندما أقول المحل الهندسي فأنا أعني جميع النقاط، فإذا أعطيتني أي نقطة من هنا ستكون نقطة عشوائية، وبالتالي يمكننا تحديد نصف القطر وتقول ما هي جميع النقاط على هذا السطح ثنائي الأبعاد التي تكون متساوية البعد، وهذا البعد يشكل نصف القطر من المركز، هذا ما يعرف بالدائرة، وهكذا نعرف الدائرة. وبالشكل المشابه إذا قلت انظر، إذا بدأت بالمركز على النقطة O وقلت أن كل النقاط التي هي نصف القطر المحيطي يبعد عن النقطة O، فهذا يعرف أو يعرف الدائرة، والدائرة تحتوي على النقاط A, B, C، لأنهم عبارة عن نصف القطر المحيطي الذي يبعد عن O، إذن يمكن ضمهم للمجموعة، فالدائرة ستبدو هكذا هكذا. سأبذل ما بوسعي لرسمها طبعا. الآن كل شيء تحدثنا عنه قبل قليل كان مجرد مراجعة ونحن نعرفه كله، لكن أردت المرور به لأعيد بلورة فكرة مثيرة للاهتمام، وهي إذا أعطيتني ثلاث نقاط فهذا يعني أنها ستشكل مثلث فريد، وإذا كان لدينا مثلث ودعوني أوضح هذا، أنها ثلاثة نقاط لا تقع على خط واحد، ثلاثة نقاط لا تقع على خط واحد،
إذا أردت ثلاث نقاط لا تقع على نفس الخط فهذا يعطينا مثلث. لأي مثلث لدينا مركز محيطي، مركز محيطي ونصف قطر محيطي، ونصف قطر محيطي. وإذا أعطيتني أي نقطة عشوائية ونصف قطر، فجميع النقاط التي يبعد عنها نصف القطر تعرف الدائرة، تعرف الدائرة. لقد مررنا بكل هذا وتحدثنا عن المثلث والذي يحتوي على مركز محيطي ونصف قطر فريد، حتى أوضح لكم أنه إذا أعطيتموني أي ثلاث نقاط فهي ستعطينا دائرة. إذا نحن فقط نحتاج لثلاث نقاط حتى نقوم بتعريف المثلث، وكذلك نحتاج لثلاث نقاط لتعريف الدائرة، حيث أن النقطتان لا تفيان بالغرض. والطريقة التي نستخدم لنفكر في هذا هي إذا أعطيتني نقطتان فقط يوجد عدد غير نهائي من المثلثات يمكنني بناؤه مع هاتان النقطتان، لأنني أستطيع أن أضع النقطة الثالثة في أي موقع، ويمكنني هذا من بناء هذا المثلث، ويمكنني بناء هذا المثلث أو هذا المثلث. وكل هذه المثلثات ستحتوي على مركز محيطي مختلف ونصف قطر محيطي مختلف، ولهذا يمكن بناء دوائر محيطية لهذه المثلثات. فعلى سبيل المثال ستكون هذه دائرة يمكن لها أن تحدد هذا المثلث، يمكن وضع الدائرة هنا لترى بوضوح أن النقطتان غير كافيتان، وسنحتاج إلى ثلاث نقاط، ثلاث نقاط تقودنا إلى المثلث وتقودنا أيضا إلى الدائرة، وهذا لوحده شيء مميز. الآن سؤال آخر هو إذا كان لدينا دائرة وكانت ترسم خطا محيطيا حول مثلث، فهل يجب أن يكون مركز الدائرة هو نفسه المركز المحيطي؟ دعونا نفكر في هذا قليلا، لأنه يوجد بعض الأمور غير البديهية هنا. عفوا، فإذا رسمت دائرة هنا مركزها سيكون هذا، وإذا قمت برسم مثلث بحيث تقع جميع رؤوسه على الدائرة، فهل بالضرورة أن يكون المركز هو نفسه المركز المحيطي المثلث؟ لذا دعوني أرسم الحالة. سأرسم واحدة يكون هذا خارج المثلث، فسيتكون لدينا هذا الشكل، وكما هو موضح فإن الرؤوس الثلاثة تقع على الدائرة، فيمكن أن نقول هذه البداية. حسناً، لا توجد طريقة ليكون هذا المركز المحيطي، إنه ليس داخل المثلث، لكن تذكر أن هذه النقطة متساوية البعد عن أي نقطة على الدائرة. علي أن أقول أن كل نقطة على الدائرة ستكون متساوية البعد عن هذه النقطة، فجميعهم يبعدون أنصاف أقطار، وثلاث نقاط المكونة للمثلث ستكون موجودة على الدائرة، أي جميعهم يبعدون مسافة نصف القطر عن هذه النقطة، فستكون هذه المسافة هي نصف القطر، هذه المسافة ستكون نصف القطر، وكذلك هذه المسافة. الآن هذه النقطة كما هو واضح أنها متساوية البعد عن هذه النقطة وتلك، نحن نعلم هذا أنها تبعد بمقدار R عن رؤوس المثلث، فإذا كانت متساوية وقد قمنا بإثبات هذا في عرض سابق، إذا كانت متساوية البعد عن هذا النقطتان فيجب أن تكون على المنصف العمودي للضلع الذي يصل هاتان النقطتان، إذن يجب أن يكون على المنصف العمودي، إذن هذا الخط العمودي الذي ينصف هذا الضلع، لكن يمكننا أن نفعل نفس الإجراء لهذا الضلع لأنه هذه النقطة تبعد عن المركز بمقدار R،
لقد تعبت من تسميتها بهذه النقطة، سنسميها النقطة O، النقطة O متساوية البعد عن، دعوني أحدد هذا لنسمي هذه A B C، وبالطبع فقد قلنا أن النقطة O متساوية البعد عن C و B، بالتالي يجب أن تكون على المنصف العمودي ل B C، وأيضا متساوية البعد عن A و B إنها تبعد بمقدار R عنهما. الآن كل من A و B يقعان على الدائرة ويبعدان بمقدار نصف القطر عن المركز، بالتالي فهي تقع على المنصف العمودي أيضا ل A و B. دعوني أرسمها بطريقة أوضح. أيضا يجب أن تكون على هذا الخط العمودي. وأخيرا إنها أيضا متساوية البعد عن A و C، عن A و C، لأن كليهما يبعدان بمقدار R وكليهما يقع على الدائرة، إذا يجب أن تكون على المنصف العمودي ل A C، المنصف العمودي ل A C. إذا A C تقع هنا، وهذا هو الشيء المثير للاهتمام، فكما نرى أن المنصفات العمودية ثلاثة هنا للأضلاع الثلاثة للمثلث، يمكن لها أن تتقاطع هنا، تتقاطع على نقطة خارج هذا المثلث، وهذه النقطة هي مركز الدائرة. مرة أخرى، إذن الفكرة الأخيرة هي أن O متساوية البعد عن A و C، فيجب أن تقع على المنصف العمودي ل C و A، حيث تبدو هكذا. هكذا، ومرة أخرى نرى أن الثلاث منصفات العمودية تتقاطع على نقطة معينة، وأو بالفعل هي المركز المحيطي. فإذا أخذنا أي دائرة ووضعنا أي مثلث بحيث تقع رؤوسه على هذه الدائرة، فسيكون مركز الدائرة عبارة عن مركزه المحيطي، وقد قمنا برسم الحالة التي يقع المركز المحيطي فيها خارج المثلث. إذن النقطة O ستكون أيضا المركز المحيطي لهذا المثلث، هذا المثلث، والنقطة O ستكون أيضا المركز المحيطي للمثلث هذا، سيقع على ثلاثة منصفات العمودية، ونحن نعلم أن هذا بسبب تساوي بعدها عن النقاط الثلاثة لأي واحد من هذه المثلثات، وحيث أن رؤوس المثلث ستقع على الدائرة نفسها.